فما بنيجي نتكلم عن اسباب مرض السكر، ما بنيجي نتكلم عن اسباب مرض السكر بنقول اول حاجه ايه؟ الاطعمه اللي بتحتوي على السكريات والافراط فيها بشكل مبالغ فيه، زي العسل والمربى والحلاوه، او الكربوهيدرات المعقده زي الرز والمكرونه والبطاطا والبطاطس وهذه الاشياء. ثاني سبب برضو من اسباب مرض السكر وخصوصا مرض السكر المفاجئ نقول الكسل وعدم ممارسه الرياضه. الناس اللي ما بتمارسش اي نوع من انواع الرياضه، قاعده في البيت طول اليوم او ما بتتحركش، او برضو قله الحركه هي سبب من اسباب مرض السكر. عشان كده تلاقي الناس الاكثر حركه اقل عرضه لمرض السكر. عشان كده تلاقي زمان الناس كانت بتروح الغيط، زمان مثلا عنده 70 سنه ماسك الفاس على ظهره وطالع على الغيط وماسك الفاس وبيجري وشغال احسن من شاب عنده 18 سنه، وبيداخل طالع داخل طالع وبياكل من الشجره على طول حتى يعني. بس كنتيجه لممارسه الرياضه كل حاجه بتخش جوه الجسم بتتحرق، فما فيش عرضه ان احنا عندنا مرض. فقلة الحركة والكسل هي أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكر. قلة النوم، الناس اللي ما بتنامش بالليل كويس، قلة النوم أحد أسباب مرض السكر، يبقى لازم ننام كويس بالليل. الناس اللي ما بتنامش بالليل كويس هي أكثر عرضة لمرض السكر. التدخين أو التدخين السلبي، التدخين أحد أسباب أيضا مرض السكر. ونقدر نقول برضو التعرض لضغوطات نفسيه، السبب النفسي، المنشا النفسي. الناس اللي يكون مثلا ليها حبايب، انا ليا حبيب معين، هذا الحبيب مات مثلا، ويعني ما عنديش ايمان بالقضاء والقدر كبير قوي، وكنتيجه للحزن الشديد وتعلق بيه بشكل كبير، كنتيجه لهذا الضغط النفسي ممكن هذا الضغط النفسي يسبب لنا مرض السكر. برضو تناول بعض الادويه، بعض الادويه ممكن يبقى من الاثار الجانبيه بتاعتها مرض السكر. يعني نقدر نقول ان اسباب مرض السكر من النوع الاول او من النوع الثاني. لو احنا مثلا تكلمنا عن اسباب مرض السكر من النوع الثاني بنقول الجينات. يعني في علماء وجدوا ان اختلاف اجزاء صغيره في الحمض النووي الدي ان ايه بتؤثر على طريقه انتاج الجسم للانسولين بتاعنا. ممكن الوزن الزايد، الناس اللي عندها وزن زايد، الوزن الزايد احد اسباب برضو مرض السكر من النوع الثاني. بنقول متلازمة الايض احد اسباب مرض السكر من النوع الثاني. متلازمة الايض واللي بيجي له في السن الكبير، اللي بيجي له في السن الكبير مثلا على سهوة، اللي بيجي له او يكون وراثة، الاب كان عنده سكر او كده، ماشي، اللي بيجي له على سهوه ده اسمه السكر المفاجئ. السكر المفاجئ زي ما انت بتقولي كده اسبابه، بس يكون الاب عنده سكر، يعني الاب يكون عنده سكر والاخوات عندها سكر، ممكن يبقى وراثي زي ما انت بتقول كده. لكن الاساس نوعيه الاكل بتاعنا، بناكل حاجات فيها سكريات كتيره، ما عندناش اي رياضه بنلعبها، ما بننامش كويس، بنتعرض لضغوطات نفسية وما بنعرفش نفرغ الضغوطات النفسية دي، بنتناول أدوية معينة كنتيجة لمرض معين، تكون أحد الآثار الجانبية بتاعتها يجي السكر عندنا. لكن أنا بتكلم دلوقتي عن السكر من النوع الثاني كأسباب، مثلا وليكن بنتكلم فيه، بنقول الجينات ممكن تبقى سبب، بنقول الوزن الزايد ممكن يبقى سبب، متلازمة الأيض ممكن تبقى سبب. إيه متلازمة الأيض دي؟ غالبا ما يتعرض الأشخاص ذو مقاومة الإنسولين، غالبا ما تعرض الأشخاص ذو مقاومة الإنسولين لمجموعة من الحالات الصحية زي ارتفاع ضغط الدم. ركزي بقى، يبقى متلازمة الأيض دي ارتفاع ضغط الدم، زيادة الدهون، يبقى أول حاجة ارتفاع ضغط الدم، زيادة الدهون في منطقة الخصر مثلا، أنا مثلا في منطقة الوسط بتاعتي يزيد الكرش مثلا بشكل كبير جدا، نقدر نقول يبقى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون في منطقة الخصر، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. تخيلي دي كلها حاجات لما بتتجمع بنقول عليها متلازمة الأيض. يبقى متلازمة الأيض دي بكل بساطة نستطيع أن نقول ارتفاع ضغط الدم، زيادة الدهون في منطقة الخصر، حوالين البطن، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. ده بنسميها متلازمة الأيض.